احنا بسوق باب جديد، سوق جديد ومستعمل. عاد تجي العالم تبيع اغراض، تعرف المولد الشهر 20,000، الايجارات صعدت، دولار صاعد، المعيشه غاليه، وثانيا هسه الكهرباء والماء عاد تجي مبالغ ضخمه. يعني الكهرباء مال ثلاث اشهر تجي مليون، زين عاد المولده، العالم هسه تجي مثلا اجور المولده ما عنده، شال شيء من قدام ولاده، اكو ثلاجته من قدام ولاده، يعني يظل بلا ثلاجه، عيجي يبيعها بسوق باب جديد. يعني هسه الطلب اللي بالسوق الغراض العالم عاد تبيعه ماكو شراء، اقبال على السلع ماكو، ثلاث ارباع الناس عاد تبيع اغراضه، يعني تلقى كل شويه وجاك واحد. نطالب من الحكومه المركزيه المحليه منحل الشعب، وبل الغاز ما يكفي، الحصه اللي ينطوها ما يكفي، العالم ترجع تشتري. اكثر بطاله عطاله لا راتب ولا كل شيء، تجي العالم تنقهر عليها والله المستعان. العالم تعبان فقد مره، والمره ظرف الدولار فقد مره تعب العالم، يعني هسه تجي حميميل والله ما يشتغلون، سوقنا فقد مره انتهى. والعوائل حيل تعباني، يعني هسه تلاحظ هوني ماكو حركه عندنا بالمحلات، تلاحظ ذي قدام الوقفه مال العمال، اغلبيه العمال يرجعون والله ينزلون الصبح يرجعون هم ما كانوا يشتغلوا. ويعني بس اذا تطبخ تغيد لك عامل مال بنيه، يجيك 100 عامل، وانت تحتار تطلع منه، العالم حيل تعباني، دعم يعني المواطن بعد ماكو، واغلبيتهم يعني هسه مقدمين على اي من رعايه ولحد ما كنت طلعت. فيتاملون انه تطلع اي من رعايه شوي يصير عندهم، يعني شلون نقول قود شهري يستندون علينا. والله الفقيره متبهدله، والله عايبين اغراضهم، لا عايبين صوبه، لا عايبين ثلاجه، لا عايبين مناميه، لا عايبين قنصور، على مود المعيشه، شغل ماكو، والدولار صاعد، وحركة السوق تعبانة، حيل تعبانة. طلبتنا والله يوفرون فرصة عمل، ينزلون الدولار، تصير حركة بالسوق، الفقير يعيش. يا أخي ماكو حركة ماكو. أنزل الساعة 9 إلى 4، مرة 9 إلى 10، 9 إلى 5 ما شرط، يعني أرزاق، أطلع على رزقي، على حمل أطلع. والله أرزاق من الله، مرة 5، مرة 10، مرة ماكو. هاي شو قدام عينك؟ العام مع الصفا ما حد يعرف بالله. خير ما بينا بطلع عطال. نطلع ندور على رزقنا، شوف وين رزقنا مو وين. بس هاي البطالة دمرتنا. ايه ما تمسك لك يقول لك دولار. ايه ما تحكي وياه.